كده يعني ما زالت الامور في مشكله في دي بطوله في حد ذاتها. الاهلي النهارده خارج من بطوله افريقيا بلقب وقيمه كبيره جدا, ودي دخل فجاه في بطوله جديده يعني صحيح بطوله بقى لها 7-8 شهور شغاله, لكن انا اللي شايفه دلوقتي ان الاهلي بيلعب بطوله منفصله تماما لها نفس المسمى ونفس المنافسين, ولكن الضغط الشديد الكبير الموجود على الفرقه وعلى اللاعبين. مش هنقول بقى في 4 من نجومه مع المنتخب الاولمبي ده واجب وطني ما نتكلمش فيه كتير, لكن طبعا انا الحجم الضغوط الموجوده على الفرقه استثنائي. يعني ما فيش فرقه تلعب مباريات فاصله, يعني النهارده معظم الفرق اللي بيلعبها الاهلي في المباريات المؤجله من الفرق اللي هي مهدده بالهبوط. مظبوط, بتقاتل على النقطه, يعني اللي فاتها كله بتدور عليه الوقت. مظبوط, ده يعني عشان كده احنا زي ما قال الاستاذ محمود يعني بنحيي فرقه الانتاج الحربي على ادائها والكابتن الكشري, لانه كانوا مخلصين جدا في الملعب, وفوز الاهلي ما جاش يعني بمجامله من حد, جه بتعب واجهاد وجهد كبير عالي وحرق اعصاب صحيح ايوه يعني مش سهل خالص, لا مش سهل خالص. وطبعا ده بيخلينا انا بقول ان كل اللي جاي بالشكل ده طبعا انا متوقع يعني انا متوقع ان كل اللي جاي عشان كده بقول ان دي بطوله خاصه للاهلي لازم يعبر فيها عن ان هو حامل لقب بطل الدوري لخمس مواسم او ست سنوات الماضيه وبطل افريقيا وسوبر. فيعني هذا الجيل من اللاعبين مطالب ان يكون يعني مش بس موسيماني, اللاعبين عليهم مسؤوليه كبيره جدا طبعا. جدا جدا ان هم يعني يستشعروا الحاله اللي هم فيها. وكابتن الخطيب يعني ان هو يلتقي بيهم مرتين, جاي معاهم كان في المغرب وجاي اول ما يعني وصلوا القاهره بيتكلم معاهم تاني, مستشعر هذه الحاله. فطبعا لازم يكون في يعني عطاء اكبر من كده وتركيز يعني اعلى, ولان يعني بطوله الدوري دي بتمثل لجماهير الاهلي برضو قيمه كبيره جدا وحاجه طبعا وستظل كذلك الحقيقه, يعني ما فيهاش كلام يعني. لكن انا الحقيقه دايما بميل ناحيه اللاعبين شويه يا استاذ سامي, ان هم تعبوا جدا الفتره اللي فاتت, هو عليهم لود كتير عليهم لود في كل حاجه يعني طبعا ما فيهاش كلام. عشان كده انا بقول دي بطوله خاصه بطولة خاصة لها ظروفها الخاصة, ان انا بلعب تحت ضغط اذا هنرجع للكلمة في وقت ضيق جدا, ان احنا بنبدأ الدوري فعلا هو الاهلي بيبدأ الدوري دلوقتي ايوه ده حقيقي زي ما قال الاستاذ محمود. فيعني الكفاح والتعب هيكون في الفترة الجاية اكتر من اللي فات اكتر من بطولة افريقيا اكتر من السوبر, لان طبعا ده يعني فرحة وحلم مختلفين عن بطولة الدوري اللي فيها لان هواجه تحديات صعبه جدا 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 يعني النهارده اسوان جاي لي وسيراميك جاي لي, فطبعا بالتالي عايزين يكسبوا عايزين يحسنوا مواقفهم وحقهم, ولازم وده شرف كره القدم ومتعتها. بس طبعا يعني زي ما قال الاستاذ محمود ده درس برضه لعيبه الاهلي ان هم ما ياخروش نفسهم بالشكل ده, لان طبعا السباق على النقطه اصبح يعني مثير جدا ويعني قاتل.